السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، هذا هو الدرس 23 من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. وقد انتهى بنا المقام في الدرس السابق إلى أن تكلمنا عن باب الجهالة، وذكرنا لكم حينها أن الجهالة كبيرة من كبائر الذنوب، والجهل على قسمين: جهل بما لا يقوم دين المرء إلا به، وهذا هو الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب، والقسم الثاني جهل ببقية أمور الدين مما لا يحتاج إليها الإنسان احتياجا مباشرا في اعتقاده وقوله وعمله، وهذا ليس هو بكبيرة من كبائر الذنوب بل ولا محرم، إلا أنه يجب أن يقوم بهذا العلم بعض من يكفي من الناس ليسقط الإثم عن الباقين، فلا بد وأن يكون في الأرض علماء يرفعون الجهل عن الناس. ثم ذكرنا لكم في الدرسين السابقين مكانة العلم وكيف أن أهل العلم يسبقون إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يدل عليه قول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالجملة الأولى يخبر ربنا تبارك وتعالى أنه يرفع الذين آمنوا في الدنيا والآخرة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويرفع فوقهم الذين أوتوا العلم درجات، فيكون بينهم بونا شاسعا. ولا شك أن مما يسبق به أهل العلم إلى ربهم تبارك وتعالى أن كل علم يعلمونه فإنه يجري لهم أجره في قبورهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، يقول: سبعة يجري للعبد أجرهن في قبره: من علم علما، أول تلك السبع من علم علما. فالعلوم التي يعلمها العالم تجري له وهو في قبره ولله الحمد. اليوم معنا باب القحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القحة. والقحة هي الوقاحة، سيأتي بيانها. وهذه اللفظة ذكرت في النسخ المطبوعة التي بين أيدينا بلفظ الخفية، ولعله خطأ من النساخ الذين حققوا المخطوطات الحديثة، فإني قد رجعت إلى 4 مخطوطات لهذا الكتاب وكلها ذكرت هذا الباب بلفظ القحة، ولعل السبب في خطائهم أنهم جهلوا مصدر هذه الكلمة أو أنها مصدر لكلمة الوقاحة، سيأتي بيان ذلك. قال: باب القحة وقول الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وفي البخاري عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. القحة أيها الإخوة هي الوقاحة كما ذكرت لكم، والقحة مصدر، وأصلها وقح يقح قحة، كوعد يعد عدة، وكل ما كان أوله حرف علة فإنه في المصدر يحذف حرف علته. كل ما كان أوله حرف علة فإنه في المصدر يحذف حرف علته. وعد مثلا أوله حرف علة فيحذف في المصدر حرف علته ويكون عدة. وقح أوله حرف علة الواو فيحذف في المصدر حرف علته فيكون قحة.
هذا هو المقصود في هذا الباب، فليس المقصود الخفية، وإنما المقصود القحة وهي الوقاحة وهي ضد الحياء. والآية الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، هذه صفة المنافقين، والآية ذكرت في سياق ذكر المنافقين. فالمنافقون لا يستحيون من الله تبارك وتعالى إذا خلوا بأنفسهم، ولكنهم يستحون من الناس، ولذلك وصفهم الله بقوله تعالى في هذه الآية يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، معهم مطلع عليهم، مطلع معهم بعلمه بإحاطته جل جلاله وعظم سلطانه، ومع ذلك لا يستخفون منه ولكنهم يستخفون من الناس. والأمر كما قال الله عز وجل عنهم في الآية الأخرى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم، شياطين الإنس والجن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فالمنافقون يخادعون الله وهو خادعهم، وهذا شأنهم دائما. وإذا كان الحياء مطلوبا من الناس فالحياء من الله تبارك وتعالى أعظم طلبا وأشد تأكيدا، سيأتي بيانه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التالي إنما ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، من كلام النبوة الأولى أي مما اتفقت عليه شرائع الأنبياء ولم يجري عليه نسخ، فإنه أمر أطبقت عليه العقول والفطر، فكل الأنبياء جاءوا بهذه العبارة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فاصنع ما شئت؟ المراد أحد أمرين، إما أنه أمر بمعنى الخبر أي أن من لم يستحي فإنه يصنع ما يشاء، أن من لا يستحي فإنه يصنع ما يشاء فهو أمر بمعنى الخبر، وإما أن يكون أمرا للتهديد أي اصنع ما شئت فإن الله سيجزيك على عملك، وهو كقوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هل المراد باعملوا ما شئتم التخيير لكم بأن يعمل الإنسان ما يشاء من كفر وإيمان وفسق وصلاح؟ لا، المراد اعملوا ما شئتم فإن الله سيجزيكم إنه بما تعملون بصير. وهذه أوامر خرجت عن ظاهرها وهي كثيرة في لغة العرب وكثيرة أيضا في نصوص الوحيين، ومثالها بوضوح قول الله تبارك وتعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق أي ذق عذاب النار، إنك أنت العزيز الكريم، هل هو عزيز وكريم الذي هو في النار؟ لا، هذه أوامر خرجت عن ظاهرها ويراد بها معنى آخر كهذه العبارة. الوقاحة أيها الإخوة ضد الحياء، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، والحياء خلق الإسلام، ولذلك أخرج ابن ماجة من حديث أنس وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء، والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. وإنما كان خلق الإسلام الحياء لأنه يبعث على فعل كل جميل ويحمل على اجتناب كل قبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، وسائر شريعة الإسلام جاءت بذلك. وإنما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم ليتمم صالح الأخلاق كما جاء ذلك في الحديث، ولذا كان الخير في الحياء، بل جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عمران بن الحسين رضي الله عنه أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير، متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير، لا يأتي الحياء أيها الإخوة إلا بخير، لا يأتي الحياء إلا بخير. ما هو الحياء؟ الحياء هو الانقباض والانزواء عما يذم ويعاب، عما يذم ويعاب شرعا وعرفا، ينقبض الإنسان وينزوي عن هذا القول، عن هذا الفعل، عن هذا الموضع، عن هذه التصرفات التي تكون معيبة إما شرعا وإما عرفا، فكل من ينقبض عنها وينزوي فإنه حيي.
ولذا عرف الحياء بالحشمة، وعرف بأنه ضد الوقاحة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب، وهو المراد بهذا الباب. وهذه كلها ذكرها أصحاب اللغة، منهم صاحب مقاييس اللغة، صاحب لسان العرب، وصاحب المصباح المنير وغيرهم. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف الحياء كلمة عظيمة، قال: الحياء مشتق من الحياة، فإن القلب الحي يكون صاحبه حييا، فيه حياء يمنعه عن القبائح، كما ذكر ذلك في مجموع الفتاوى. وبالفعل تجد من كان قلبه حيا بالإيمان والإخلاص تجده حييا، بخلاف من كان قلبه مريضا أو ميتا أو قاسيا، فإنه يكون الحياء منزوعا منه والعياذ بالله. والحياء أيها الإخوة صفة لربنا تبارك وتعالى، فقد جاء عند أحمد وأبي داود والترمذي واللفظ له عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. والحديث صححه الحاكم والألباني وغيرهما. والحياء أيضا صفة لنبينا صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء من العذراء في خدرها. فالحياء صفة للرب جل جلاله وعظم سلطانه، وهو صفة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكان صفة لكثير من الصحابة، وتميز بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، ورويت عنه من القصص الشيء العجيب في ذلك. لكن اعلم أن الحياء لله تبارك وتعالى ليس كحياء المخلوقين، فالحياء لله تبارك وتعالى حياء يليق به. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما حياء الرب تعالى من عبده فذاك نوع آخر، لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال، فإنه تبارك وتعالى حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. وكذلك الحياء من الله ليس كالحياء من المخلوقين، فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. خرجه الترمذي وحسنه النووي والألباني وغيرهما. فالحياء من الله ليس كالحياء من المخلوقين، وحياء الله تبارك وتعالى ليس كحياء المخلوقين، بل حتى حياء المخلوقين يختلف. فحياء الرجل مثلا ليس كحياء المرأة، حياء المرأة يكون عفة وحشمة وخضوع وانخفاضا في الصوت، وعدم إظهار للمشية بما يلفت نظر الرجال، بخلاف الرجل فإن رجولته معنى حياءه كالكرم والجود والغيرة وغير ذلك من المظاهر التي تكون من مظاهر الحياء الخاصة بالرجال. و من جميل ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حقيقة الحياء من الله، قال: الحياء من الله أول مدارج أهل الخصوص، وهو يتولد من تعظيم منوط بود، تعظيم لله تبارك وتعالى وود له، أي حب له سبحانه وتعالى. ثم قال: وإنما جعل الحياء من أول مدارج أهل الخصوص لما فيه من ملاحظة حضور من يستحيا منه، وأول سلوك أهل الخصوص أنهم يرون الحق سبحانه حاضراً معهم، حاضراً باطلاعه وعلمه وإحاطته، وعليه كان بناء سلوكهم. ولذلك إذا أردت أن تعرف من نفسك هل أنت تستحي من الله تبارك وتعالى أو لا، انظر إلى الخلوات، هذا هو المقياس. هل أنت إذا خلوت بمعصية وبإثم استحييت من الله تبارك وتعالى وكفت عن هذه المعصية؟ فأنت تستحي من الله. أنت إذا خلوت بمعصية لا تكف عنها يخشى عليك من أن تكون من المنافقين الذين قال الله فيهم: يستخفون من الناس
ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ولذلك من جميل ما ينقل: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحيي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ولذلك أيها الأخ المسلم احرص على أن تكون حييا من الله تبارك وتعالى أولا، ثم احرص على أن تكون حييا من المخلوقين. وإياك أن تقول كما يقول بعض الناس: أنا لست منافقا، أنا ذنوبي التي في الخلوات هي التي تكون أمام الناس. هل هذا حياء من الله؟ هذا والعياذ بالله لا يستحي من الله ولا يستحي من المخلوقين، بل هذا إثمه كبير وخطره عظيم على نفسه وعلى غيره. ولذلك جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال عن هؤلاء كما في الصحيحين: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه والعياذ بالله. طيب أنت عملت ذنب في خلوة، استغفر وتب إلى الله تبارك وتعالى، لا تفضح نفسك أمام المخلوقين. كل الأمة يعافى إلا المجاهر، إلا المجاهر. هذا أيها الإخوة في من يعمل الذنب سرا ثم يحدث به جهرا. ما بالكم بمن يعمل الذنب أصلا جهرا، لا يستحي من الله ولا يستحي من المخلوقين ابتداء يعمل الذنب جهرا، بل وما بالكم بمن يدعو إليه، ثم ما بالكم بمن ينفق ليجمع الخلائق عليه، ثم ما بالكم بمن يوثق ذلك كله عبر أجهزته لينشرها بين الخلائق لحظة بلحظة فتشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يعني إذا كان الصنف الأول لا يعافى ومهدد بذلك، ما بالكم ببقية الأصناف؟ إذن الأمر خطير، والحياء من الله تبارك وتعالى ليس بالأمر اليسير، هو واجب، والحياء من المخلوقين أيضا واجب، والوقاحة كبيرة من كبائر الذنوب من الخلق ومن الخالق سبحانه وتعالى. لكن إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. وإننا والله أيها الإخوة لنعاني من زمن ذهب فيه الحياء، وما أكثر الوقاحة التي تراها، إما وقاحة من المخلوقين بحقوق الله تبارك وتعالى، وإما وقاحة من المخلوقين بحقوق المخلوقين أيضا. ولا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. والكلام عن الحياء يطول جدا أيها الإخوة، لكن لي محاضرة ألقيتها في مسجد قباء بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة في اليوتيوب، من أراد أن يرجع إليها. قد ذكرت فيها أشياء كثيرة عن الحياء وعن تأصيلاته ومعانيه، وكيف يكون من الله، ثم كيف يكون من الخلق، يكون من الرجل ثم من المرأة ثم من غير ذلك، وكيف يربى الأبناء على الحياء حتى يخرج لنا جيل حيي، لا يخرج لنا جيل وقح لا يستحي لا من الله ولا من المخلوقين والعياذ بالله. وهذه ظاهرة انتشرت، نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا مما علمنا، وأن يحيي قلوبنا حياة يطمئن بها ويسكن بها، وأن نكون بذلك موقنين مصدقين بما جاء في كتاب ربنا وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.